اختيار شهد قبل كتب كتابها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. نبدأ بهذا الفيديو مع شهد. عروسة شيرو اللي تفاعلت من مجموعة من الاستوريات قبل كتب كتابها، صرحت شهد انه ابن اخيها الصغير كان عم يقرأ تعليقات لما كانت في حفلة لسالي والدكتور احمد، وكشفت انه هاي التعليقات كتير ضايقته. اوكي، مرة كنت بحفلة اظن لسالي واحمد، المهم بعت لي سهيل كتير معصب شوتس مثلا اذا في حدا عامل عني كومنت او اشي مو انه هاي مو حلوه بشعه قرف يقرفها مثلا هيك، بعمل سكرين شوت وبحكي معي معصب انه هدول ليش هيك بكتبوا عنك وانت شو عملتي لهم وليش هيك بحكوا عنك وحقيرين وزعلان احزنت عليه. قلت له عادي سهير، يعني الناس بتكتب يعني. وكشفت لنا الجميل شيرو شهد انه هنن راح يعملوا عرسهم دبي، ومن المتوقع نشوف العديد من المشاهير من بينهم أسامة مروان، لينا ولين محمد، عيلة رغود، زياد وسارة، عيلة نور ستارز والعديد من المشاهير.